Donc, بالنسبة للإكزارسيس الأول، قالوا لنا دوني دو زيكزامبل دو فونكسيون بويلت إن اي دو زيكزامبل دو ميثود دو شين دو كاركتر. دونك هذا كيستيون دو كور في بيتون. أول حاجة بالنسبة لي فونكسيون بويلت إن اللي كاينين عندنا في بيتون، حنا قلنا كاينين تقريبا 68 ولا 69. إلا غنعطيو مثال، نقدروا نعطيو لا فونكسيون ليست اللي كتحول لينا واحد ليتيرابل ليست، ونعطيو مثلا la fonction dict اللي كتحول ديكسيونير، كذلك كاينه la fonction print، la fonction input، etc. pour les méthodes اللي خاصين بلي شين دو كاركتر. دونك فاش تكون عندك واحد لا شين كتابليكي عليها واحد لا ميثود، مثلا لا ميثود upper اللي كتحول الماجوسكول، كاينين عندي لا ميثود العكسيه اللي هي lower، كاينين لي ميثود is upper و is lower، وكاين aussi مثلا reverse. مهم كاين بزاف ديال لي ميثود خاصين بشين دو كاركتر، كيبان هنا اننا دائما كنستخدموهم بواحد لوبجي، واحد لاشين دو كاركتر هي اللي كتعيط ليهم، عكس لي فونكسيون كنستخدموهم بالاسم ديالهم مباشره. كيلي لا ديفيرونس انتر les méthodes read et read line. Donc la méthode read هي la méthode اللي كتخليني نقرا كاع داكشي اللي كاين فواحد لو فيشي دقه وحده كشين دو كاركتر، كنقرا لو كونتوني كامل. اما لا فونكسيون اولا لا méthode read line هذه كتخليني نقرا سطوره، يعني كنقرا غير سطر واحد، الا بغيت نقرا سطور اخرين خصني نديرهم فواحد لا بوك. بالنسبه للتمرين الثاني قالنا واحد ليكزام عنده الكود، عنده ليبيلي، عنده لا دات امتى دار، لا دات فيها لو جوغ لو موا ولاني، وكذلك عنده الاسم ديال لو موديول كونسيرني. نطلبوا منا نصاوبوا الغوريثم، نعاودوا عاوتاني بروغرام اللي فيها ثلاثه ديال لي كيستيون. السؤال الاول هو غنكري واحد لا بروسيدور او لا فونكسيون كي بيرمي دونغوجيستري لي زانفورماسيون ديال ان اكزام. دونك حنايا الا خدمنا في الالغوريثم، اول حاجه خاصنا نفهموا اننا خاصنا ستريكتور، خاصنا جوج، خاصنا دات اللي فيها لو جور الموا، هنا ما قالوش لينا واش شين، دونك نخدموا به ك يعني عدد. هادو كلهم غنديروهم عدد، وعندنا اكزام. دونك بالنسبه للاكزام عنده لو كود، نشوفوا اللي عندهم نفس لو تيب. الاكزام عنده الكود لي بيلي ولا دات ولو نو. دونك لو كود مثلا غيكون اونتي لي بيلي مع لو نو ديال الموديول، هادو غادي يكونوا شين، وعندو لا دات ديالو دات اكزام، هادي غتكون دو تيب هذاك دات اللي يلا صوبنا. فوالا، دونك عاد تنشوفو شنو طلبوا منا. دونك قالنا بروسيدور، يعني هادشي كيتحسب السؤال الاول غيدخل معاه. قبل ما تنفكر ندير بروسيدور اللي غتخدم على هاد الزيكزام، خصني بعدا الاكزام كاتيب يكون معروف. دونك دابا غادي نصاوبو هاديك لا بروسيدور اللي كتانغوجيستري ليا لي زانفورماسيون ديال ان اكزام. نقدرو نديرو بروسيدور او لا فونكسيون، دونك انغوجيستري اكزام غتخدم على بزاف ان، يعني غنحتاجو اننا نسجلوهم في واحد الطابلو. قدروا نديروا ليه هنايا لا طاي فورس هاد لي كروشي، نعطيه مثلا 100. كاينين الاساتذه اللي ما كيكتبوهاش، كيديروا بحال هكا غير باش كيبين بانه ماشي فاريابل عاديه، ولكن هو عباره على طابلو اللي غادي نحطوا فيه لي زيكزام. ولا دونك اللي درتها بروسيدور ما غنحتاجوش فالور دو روتور، ندير ديبي ونشوفوا اللي احتاجينا لي فاريابل غنرجعوا نديكلاريهم. دونك هنا باش نبغيو اونغوجيستريو لي زانفورماسيون نطلبو من يوتيزاتور،
غنحتاج واحد الاي باش نبوكلي دونك بور هنا في الالغوريثميك كنبداو من واحد في لي طابلو الا كان الاستاذ ديالكم كيبدا لكم من زيرو غتكتبوا دو زيرو حنا كنبداو من واحد دونك كنوقفوا حتى الان اللي كيبدا من زيرو غيوقف ان موان ز نطلبوا لي زانفورماسيون ديال واحد ليكزام معلومات فاش غادي نقراوهم دونك غنديروا ليه وغادي نبداو تنسجلوهم في الطابلو تي دو اي هذا غنحطو فيه اكزاما دونك غنبداو تنحطو لي زانفورماسيون وحده بوحده على اساس تي دو اي خصنا نعرفو انه اكزاما بما انه اكزاما اذا فيه هاد الخصائص اللي خصهم يتقراو كاملين بالنسبه لداس اكزاما غادي نقراو لو جور ونعاودو لو موا اي لاني هنا غنعاود ليغ وحده اخرى بغيت نخليوها فيغكول في نفس السطر ممكن دونك باقي لينا فوالا دونك قلنا اخر سؤال كنطرحوه على راسنا دائما في لي بروسيدور واش الحاجه تبدلات ولا لا هنا عندنا طابلو دونك محتاجوش نطرحو هذا السؤال باش نشوفو لو باساج واش داز باغ ادريس ولا باغ فالور فاوتوماتيكمون كيدوز باغ ادريس باش يكون عندي لي طابلو دونك هذا هو الجواب ديال السؤال الاول créer une procédure ou fonction qui permet d'afficher l'information ديال واحد ليكزامان هادي خدمت على بلوزيور دابا في السؤال الثاني عندنا غير ليكزامان واحد دونك غادي نديرو بروسيدور محتاجه ليكزامان ونافيشيوهم عادي عندنا لو او دونك غادي نافيشيو المعلومات بحال الطريقه باش قريناها دونك فوالا هادي هي لا فونكسيون هادي ولا لا بروسيدور خدامه غير على اكزامان واحد دابا في لو بروغرام برينسيبال قالنا استخدموا هاد لي فونكسيون باش اونجستريو ان اكزامان وتافيشيو لي زيكزامان اللي دازو في واحد لا دات معينه غيعطيها ليا ليتيليزاتور دونك هنا الا عندي دي فاريابل غنحتاج نديكلاريهم غادي نحتاج يكون عندي طابلو ديال لي زيكزامان مثلا في لاطاي ماكسيمال 100 الى احتاجيت لي فاريابل غنطلع نزيدهم دونك ديبي اول حاجه قلنا انريجستريو لي زانفورماسيون ديال ان اكزام دونك غنحتاج واحد لا فاريابل ان غنطلبو من عند ليتيليزاتور من بعد غادي نانريجستري لي زانفورماسيون ماشي انا مي غنعيط على لا بروسيدور لي سولفز محتاجه الان ها انايا ديجا طلبتو عندي ليتيليزاتور محتاجه الطابلو دونك الطابلو اللي غادي نعطيها تعمرو هو هذا اللي ديكلاريت سميتو اكزام اون فوا هي غادي تخدم الخدمه ديالها فغادي تعطيني لو طابلو غيولي عامر دابا انا الا بغيت نافيشي قالوا لينا غنافيشي غير اللي عندهم واحد لاداس معينه دونك غنطلبوها من عندي ليتيليزاتور
هنا محتاج ان هذيك لا دات سوفغاردا، يعني غادي نمشي نديكلاري واحد لا فاريابل دي دو تيب دات، وهنا ملي ندير ليه دي بوان جور فيرغول غيعطيني كاع المكونات ديال لا دات دي بوان اني. انا غادي خصني نافيشي يعني لي زيكزام اللي دازو في هاد لاني، دونك كنحتاج انني نقلب عليهم حيت ما عنديش واحد لا فونكسيون اللي كدير لا ريشيرش. دونك بوغ اي الون دو ا ان فير، وغنبداو نقلبو مي افون غنطلع نديكلاري الان. سي اكزام اللي هو فين كاينين عندي هذوك لي زيكزام، ونشوف ليه دات اكزام بوان جور واش تساوي دي بوان جور، اي غنعاودو نفس الخدمه على لو موا ولا ني. ملي لقى داز في هذاك الوقت خاصني نافيشي، مي ماشي انا اللي كنافيشي، كنعيط على لا فونكسيون اللي مكلفه بلافيشاج ديال اكزاما واحد. اكزاما اللي عندي دابا هو هاد الاكزاما النمره اي فوالا، دونك فان سي او فان بور فا. هكذا غنكونوا جاوبنا على هاد التمرين. باقي لينا التمرين الثالث، كنتمنى انا نقدر نديرو لكم في فيديو قادم.